تشتهر سيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم جي إم سي أكاديا بالمرونة والرحابة والمزايا العملية التي تستعرض فلسفة يفرض هيبته المعروفة من جي إم سي. وتعتمد أكاديا دينالي على هذه المميزات إلى جانب المستويات الفائقة من الفخامة والتصميم الرائع. وبتصميمها الخارجي الرشيق والمصقول تفرض أكاديا مظهرا يعكس أحدث التحسينات ابتداء من شبكة التهوية ذات القضبان الثلاثة ومصابيح LED التي تتوزع من الأمام حتى الجناح الخلفي، مما يجعل أكاديا سيارة جميلة بتفاصيلها. أما التصميم الداخلي المطور في أكاديا 2015 فيستخدم مواد ناعمة الملمس مع تطريزات فرنسية تضفي إطلالة مضبوطة وإضاءة حمراء محيطة متدفقة على طول لوحة العدادات. وتتميز طرازات SLT ودينالي بلمسات الألومنيوم في الكونسول الوسطي والأبواب ولوحة العدادات، ويفرض الشعور بالانفتاح في حضور مقصورة أكاديا من خلال لوحة العدادات المنخفضة والبعيدة الشبيهة بتلك الموجودة في السيارات والتي تزخر بالرحابة والتحكم. وتقدم لوحة العدادات وغيرها من عناصر التصميم الداخلي مواد عالية الجودة ومنخفضة اللمعان وفراغات أضيق. وتحتوي أكاديا 2015 على محرك سعة 3.6 لتر مع تكنولوجيا الحقن المباشر التي تساعد على توليد قوة مشابهة لأي محرك V8، وهو يولد قوة تقدر ب 288 حصان. وتبدأ أسعار جي إم سي أكاديا 2015 بداية من 129 ألف ريال سعودي.